نحن الآن نسعى
أقوال لم نكن وننتظر فقط يحكم. المدينة الأوكرانية الساحلية التي تقع على بعد أقل من 20 كيلو من أقرب يا رب الأمل عليك، يا ربي ترحمها برحمتك الواسعة، ترحم أمة النبي محمد والعالم أجمعين، وتربح له وترحم برحمتك الواسعة اللي يحبونا واللي يكرهونا، وترحم برحمتك الواسعة حتى أبناء الشيطان اللعين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من كلمة ولا الضالين، أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. تو مش نحكيه الرسم، تو الله سبحانه وتعالى عالم العالمين نعم علينا بالبحث العلمي الصاعق، معناها كالصاعقة به ولت الاتصال، حتى كذا ثم وباء يوقع الاتصال معناها عن بعد، الاتصالات الرقمية فهمت. تو أنا واشنطن قلت لكم، واشنطن اللي يكون الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الروح الجسد والجسم وشنو الاخر بيت الصابون احساس والنفس به. واشنطن لما اذنوا الله سبحانه وتعالى هو لبس علي انا بقل يعني، حتى الدره دي مش نتاعي، شركه انا وبنت يمين بضرب البوني خليل فهمت، والدوسي مش ضيع ضيع مدير الجهه ويحب ياخذ الرشوه جزم لي شاب صغير معناها في لاجونس شارع كرتاج فهمت، شاب نظيف كما هذا شبابه كما هذا شباب كما هذا، علاش قلت لك لو هذوما الشبان هذا ما عندهمش مشاكل لا في الادارات ولا في الحكم ولا في الواحد فهمت، كما رئيس الحكومه الحديديه التونسي فهمت، اي خلينا هذيك عاد من داعش ولا شو اسمه رئيس الديوان هذيك ما جا ما يعمل السي قيس سعيد باش يحطها رئيس الديوان من المظهر نتاعها فاضي يحطها كيان فهمتني، لا كي حط واحده فهمتني ولا اسمع هو اخي انت تحكم بربي السي رئيس الجمهوريه نتاعنا اللي انت رئيس الديوان نتاعو فهمتني، ماكش تحكم فيا راه انت رئيس الديوان راه عليك تاخذ مع المديرين العامين فهمتني ايش باش يقولوا لك، تتوصل لهم يعطيك الوزير توصل فهمت، اللي يزور يمشي اللي يخدم على روحه في شادر حي كما حكى لي شادر حي الفيسا فوق ظهره ويضرب البوني ما يقعدش في البيرو، عنده رئيس الديوان هاكو يجي في العشية يقعد معاه ساعتين من بعد الوقت يروح التسعة العشرة تاع الليل وتصبح على خير فهمت، إي توا أنت مش كيما صحاب أنت ومانيال رئيس الجمهورية الفرنسوية هو حبيب الله الأول وأنت حبيب الله الثاني يا سي قيس سعيد فهمتي، وانا نظيف اليد تحارب فيهم بنظافتي كما انا حاربتهم بنظافتي فهمتي، انسان صغير انت هكا رئيس جمهورية عندك العسة وحارس جمهوري والعرس الرئاسي وقائد لاعب القوات المسلحة، انا ما عندي كان الله سبحانه وتعالى وقت قضية الشعبونية هذيك المافيا في ايطاليا وتونس ومرسيليا وليون ايش بيه يتصل بي وحاول قالك معطوني قالك معطوني حاجة كتابية انا هذا هو عنده الحق، كانت هو رجل المخابرات العامة فهمت، ونحبوا السياسة التونسية ترجع الخارجية كما كان كما كان البلدات الصغيرين البنيات فهمتني، يعملوا دعاية فهمتني، لما وقع مؤتمر قصر هلال 34 فهمتني سرا
وقال لها مزاين برقيبه تكتب الورقه في ورقه تقول اقراه لازم الاتصال المباشر. الاتصال المباشر شكون عامل؟ عملوه بنيه 6 سنين 7 سنين 8 سنين يغن الزعيم بورقيبه ولد فيه مستير الجميع فيه الدولة تحير. الزعيم بورقيبه ولد فيه مستير الجميع فيه الدولة تحير. المهم حاوي ايه وانت ماكش زرت في مستير هي روحه مي موجوده غادي ما مو شافك وانت ما تشوفوش هو شاف فهمتي وفرح وقال الحمد لله تهنيت على تونس. من الغلاف الجوي هذا حتى رقيته تاع يرموده وثلث يرموده هو تاع البحر فهمني واحد معناها ملك الملوك الغلاف الجوي واحد ملك ملوك البحار وباقي معناها في خونة كما موجودين في الجمهورية التونسية خونة نبيعوا في الوطن يما جماعة شو اسمها هكا نمسا مشي نمسا تسمى نسمة جايبين حريم السلطان كما قبل جابوا لنا في المكسيك في مسلسل المكسيك قعد 4 سنين حريم السلطان يظهر لي وقت 10 سنين فهمت حريم السلطان هو حلم محلي هب يرجع حريم السلطان أردوغان يعني يا ما جا وني شبته فهمت ويظهر لي باش يبيع الطرح ويظهر لي الضربه ما تجي فيه في حريم السلطان ولهذا تو اتصل ما دام الله سبحانه وتعالى فهمتني مانيال فهمتني مانيال زي ما كلمت على اول ما بديت الموتورات تاع كراه بالمانيفال يدوروها ساعة كمين بالعشرة بالأربعة وخمسين من الناس باش يدوروا المانيفال مش معناها كما قلت أنت عندي فلس تاع الصواريخ يا ظهرت عندك فلس تاع الصواريخ هاك نفذت أنا 25 جويل يزيد نفذ معناها فلس أخرى تاع الصواريخ يقابل اتصل في المانيفال رئيس جمهورية فرنسي وعطوه ورقة كتاب يا ولاه وعلاش ما تكونش منطقة منزوعة السلاح مادام هو يحب يعيش هو نعرف فنان فنان نعرف معناها فهمتي يهرب معناها فهمتي النمروكات الشيطان في المخ تقعد فارغة يهرب الشيطان منه يضحك الناس وانتفرادها ويتفرها فهمتي علاه ما تعملش علاه ما تعملوهاش باش تخلي وجهك عندهم ما تخليش وجهك عندهم يريقي الأمور يريقي الأمور مادام الاثنين أحبكم ربي هي الزمان